وطلب الرسالة الدكتورية التوقف عن نقل والدي رجل مساء الخير عليكم مشاهدينا ومشاهدي التلفزيون اليوم السابع من داخل محافظة بورسعيد. معاكم في لايف جديد من حادث مؤلم ومن جنازة شاب قتل دفاعا عن رجل مسلم هنا في محافظة بورسعيد. Yeah.
زي ما حضرتكم شايفين مشاهدين ومشاهدين التلفزيون من السابع يعني المئات هنا بيودعوا الشاب الشهيد الشهامة في محافظة بورسعيد وكمان العديد من أصحابه بي يعني يرحبوا في السيارة اللي يعني هتنقله إلى مثواه الأخير في مقابر محافظة بورسعيد، حالة من الحزن الشديد هنا في محافظة بورسعيد لوداع هذا الشاب الذي يعمل في إحدى محطات الوقود بين باقة حي الشرق، وفي حال اختلاف 2 ملي بيمونوا السيارات داخل المحطة، رجل كبير مسن وشاب صغير، فتعدى الشاب الصغير في القول على الرجل المسن، فحاول هذا الموظف البنزينة يدافع عن الرجل المسن، فنشبت مشاجرة ما بينه وما بين الآخر، وعلى إثرها توجه إليه بعد حوالي ساعتين أو 3 ساعات وقام بطعن نافذة في الصدر أودت بحياته وأنهت حياته على الفور، وبعد أن كان يتم التحضير له للزواج بعد العيد تم التحضير لجنازته وتشييعه إلى مثواه الأخير هنا في مقابر محافظة بورسعيد. ما زلنا يعني حضراتكم شايفين الأعداد اللي بترافق هذا الشاب إلى مثواه الأخير في محافظة بورسعيد إلى مقابر محافظة بورسعيد. حضراتكم شايفين أعداد كبيرة بتودع هذا الشاب إلى مثواه الأخير هنا داخل مقابر بورسعيد. طبعا تعود تفاصيل الواقعة ليلة أمس في آخر أيام شهر رمضان الكريم، وقبل موعد الإفطار كان يدافع هذا الشاب عن رجل مسن، حاول يعني كان بيتعرض لإهانة من إحدى الشباب اللي كانوا موجودين في بنزينة بيمونه، فيعني طلع قدامه وحاول إن هو ياخد دور الرجل المسن، فنشبت يعني مشاجرة ما بينهم ما بين الشاب وما بين الرجل المسن، فتدخل هذا الشاب الذي لقي مصراعه للدفاع عن الرجل المسن، فأصبحت المشاجرة معه، وبعد انتهاء وفض المشاجرة ما بينه وما بين هذا الشاب قبل الفطار توجه إليه بعد الفطار بصحبة آخر وقام بطعنه طعن نافذة. الآن مع حضراتكم داخل مقابر بورسعيد.
نحن الآن في داخل مقابر بورسعيد وتشييع جثمان الشاب أمير أشرف البطوط ابن محافظة بورسعيد الذي دافع عن الرجل. دفع عن رجل مسن هنا في محافظة بورسعيد فلقي مصرعه بعد الفطار ليلة أمس جراء هذه المشاجرة اللي يعني بسببها تم طعن نافذة دون أي إنذار، تم طعنه غدرا هنا في محافظة بورسعيد. هي دي ولا لا؟ لا ماشي تبعك والله. حول أكوات الله لا إله إلا الله
الصمت ونستعذ بالله من عذاب القبر. أما يدل هذا أم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحبائي في الله، يقول الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ها هو حكم الله، وهي إرادة الله، ولا راد لقضاء الله تبارك وتعالى. أحبائي في الله، ها هو الموت يأتي بغتة ويأتي فجأة، لا يهاب عظيما ولا رئيسا ولا مرقوصا. الموت تعدد الأسباب، والموت واحد، وخذ الواحد. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، اللهم اجعلنا من رب العالمين، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والقبر هذا أحبائي في الله هو أول منازل الآخرة. أحبائي في الله، الموت أمام عيوننا، هل استعدينا للموت؟ الموت يأتي بغتة، يأتي بغتة. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحبائي في الله، يأتي لهذا المكان ويشاعه الأهل والأحباب، الكل لدى قرية المقابر، والميت يبقى وحده أمام في قبره. حينما يغلق باب القبر ينادي عليه الله قائلا: يا ابن آدم، لقد ذهب وتركوك، وفي التراب دفنوك، وغلقوا عليك الباب، وإن دخلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا، وأنا الله الحي الذي لا أموت. لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يبكي على قبر ابنه ويقول: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإننا على فراقك يا إبراهيم لنحزن. لا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. إن لله وإن لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء هالك إلا وجه الله، له الحكم وإليه ترجعون. المرجع إلى الله، المآل إلى الله. لا بد أن نأتي إلى هذا المكان، القبر، إما أن يكون روضة من رياض الجنة عملا، وإما أن يكون غير ذلك عملا. يا أحبائي في الله، يقول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ولكن الله استثنى قائلا: إلا الذين آمنوا، اللهم اجعلنا من الصالحين، وعملوا الصالحات. ثلاث الصالحات: تواصل بالحق وتواصل بالصبر. يا شباب، وفي زمننا بارك الله فيكم، استعينوا بالله بالصبر، واستعينوا بالله بالصلاة. الصلاة أول شيء يحاسب عليه العبد، الصلاة إن صلحت صلح ورباط العبد. اللهم اجعلنا تهيئة لكم. ابننا أمير رحمه الله توفاه الله في آخر يوم رمضان، لوليت العتق من النار. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم أكرم نزله. اللهم أكرم نزله. اللهم أكرم نزله. اللهم أرسى مدخله. اللهم أرسى مدخله. اللهم أكرم نزله. اللهم أرسى مدخله. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم عافيه واعف عنه يا رب العالمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.
اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ادخل نزله، اللهم اصم مدخله، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم يا انيس كل وحيد انس مدخله، أذكركم وإياي ونفسي الموت يأتي كما قال بغتة فيعرف كبير ولا صغير، فلنستعد لهذا المنزل وهذا الخبر الذي ينادي عليك في اليوم 5 مرات فيقول لك كل أذان ابن آدم أنا سيتني أنا لن أنسى، أنا بيت الدون، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الغربة، أخي في الله سل نفسك هل استعددت لهذه الرحلة الطويلة التي تحتاج إلى السادة والزوال؟ هل استعددت حين ينزل عليك الملكين ويسألانك من ربك ما دينك من الرجل الذي بعث فيكم؟ أخي في الله كنت من المصلين المحافظين على صلاتهم، ثبتك الله في هذا المنزل بقوله تعالى ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تسأل أول ما تسأل عن صلاتك، إذا صحت صلاتك صح سائر عملك